داخل أم قوة تدخل من الخارج؟ أخي، نحن نعتمد على قوة شعبنا وعلى الشرفاء في الجيش السوري الحر. أخي، ما يخفى، ممكن هذا الأمر يخفى على الكثير. هناك في كل يوم انشقاقات، في كل يوم انشقاقات، لكن يعني الشارع يأمل الآن بأن يكون تحرك المجتمع الدولي باتجاه على الأقل حظر جوي، حظر جوي يستطيع أن يؤمن لهؤلاء الشرفاء القدرة على إيجاد منطقة يستطيعون أن يتحركوا فيها لحماية. طب لماذا لا تبقى معي؟ لماذا لا تبقى معي؟ لأنه لدينا سيد شريف شحاتة وهو إعلامي سوري من دمشق. أهلا بك سيد شريف، كل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا، صباح الخير، وكل عام وأنت بخير والسادة المشاهدين بخير. صباح النور. يعني إلى أين تتجه البلاد؟ المبادرة، هناك محاولات كثيرة لإنقاذ البلاد وآخرها المبادرة العربية، ولكن الجامعة العربية تقول إن النظام لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه. أليس هناك خطر من يعني أن تنزلق البلاد إلى حرب أهلية، أو تنزلق أكثر إلى ربما تدخل دولي قد لا يريده الكثيرون في المنطقة وأولهم السوريون؟ صديقي الكريم، دعني أقول لك شيء في غاية الأهمية. أولا، من يتحدث عن حرب أهلية في سوريا، هذا الموضوع مستبعد جدا، لأن في سوريا يعني شيء حقيقي هو اسمه الوحدة الوطنية، التي أثبتت على مر الأيام وعلى مر الزمن أن سوريا عافية عن حرب أهلية. هذا واحد. بالنسبة للآخرين، وأنا أتحدث كإعلامي مستقل، ليس لي علاقة لا بالدولة ولا بحزب البعث ولا بالمعارضة، لكن أتحدث كمستقل. بالنسبة للمعارضة، الحقيقة يعني أسفني أن أقول لك شيء، أنها أظهرت أن كل ما يهمها في هذه المواضيع المعارضة الخارجية هو الوصول إلى كراسي الحكم، وأعتقد أنها تضحي بدماء السوريين. بالنسبة للوضع في سوريا وقبول الحكومة السورية بالمبادرة، صديقي الكريم، لم يجبر أحد الحكومة السورية على قبول المبادرة، بل أنا أقول لك أكثر من ذلك، قسم من بنود المبادرة قد وضعت في سوريا بالاتفاق مع الحكومة السورية. لكن المطروح الآن، المطروح هو كيف تصل البلاد إلى الهدوء التام. لا يعني لا لا لا، لست أفهم، يعني لست أفهم كلامك. السؤال هو ليس إذا ما كان أحد أجبر الحكومة السورية أو لم يجبرها، السؤال هو عن التنفيذ، التنفيذ على الأرض. يعني ربما هذا الأمر يذكرنا بما حدث في اليمن، وقبول، اسمح لي فقط، بقبول الرئيس علي عبد الله صالح للمبادرة الخليجية، ويعني حتى الآن لم ينفذ منها شيئا، فالأمر يبدو مشابها في سوريا، القبول بالمبادرة وعدم التنفيذ. لا لا لا، الوضع في سوريا مختلف. سوريا قبلت المبادرة، هناك في أماكن معينة بدأ انسحاب الجيش، وبدأ بوضع قوى يعني الشرطة لحفظ النظام، وهذا أمر معمول به. لكن الذي لا ينفذ الآن هو كيف سيتم معالجة المجموعات المسلحة الموجودة التي تقولون أنتم عنها بالجزيرة منشقة، ونحن نقول عنها أفرار، والآخرين يقول عصابات مجرمة. هناك إذن اعتراف، حتى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، اعتراف أمريكي بوجود هذه المجموعات التي أوعدت. رجاءً يعني يجب، رجاءً فقط للتصحيح، يعني أنت تقول نحن نقول، نحن لا نقول، هناك صور لضباط برتبهم وبطاقاتهم التعريفية الواضحة يعلنون عن انشقاقهم. لا يهم، لا يهم موضوع، ما لا يهم، أنا أتحدث كإعلام الآن ما يظهر. طيب كإعلامي سيد شريف، كإعلامي سيد شريف، ألم تشاهد بنفسك ما شاهده العالم، صور ضباط برتبهم وبطاقاتهم وأساميهم يعلنون الانشقاق؟ لماذا تنسب الأمر إلينا؟ هذه صور جاءت للجميع وعرضت. يا صديقي الكريم، بالنسبة للبطاقات، شيء سهل أن يعمل أي إنسان بطاقة مزورة وينسقها ويقول أنا العقيد فلان وأنا العميد فلان وأنا الملازم فلان وما شابه. لن أدخل في هذه الجدلية الآن. أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية أوعزت إلى هؤلاء الذين يحملون السلاح بعدم تسليم سلاحهم، هذا يعني، وعدم تسليم أنفسهم، هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك حقيقي في هذه العملية. ولكن يا سيد شريف، يعني طبعا نحن نتحدث بهذه الطريقة منذ أشهر، أنتم تقولون أن الأمر كله له علاقات ب
علاقة بعصابات مسلحة ومؤامرات خارجية، بينما يعني المواطنون السوريون الذين يتمتعون بقدر من المصداقية حتى يتحدثون. بالأمس كانت هناك الفنانة فدوى سليمان. هل يعقل يعني كل هذه فبركة وكل هؤلاء ينتحلون شخصيات والضباط يزورون البطاقات والفنانون جزء من مؤامرة؟ هناك كارثة حقيقية في سوريا، هناك كارثة حقيقية في سوريا يجب الاعتراف بها. لا ليس كارثة لا على الإطلاق. هناك كما تحدثنا ونتحدث اليوم وغدا هناك مطالب في موضوع الإصلاح. هذا الشيء ليس عيبا ولا خوفا، ويحق لأي مواطن أن يتحدث في موضوع الإصلاح، وهذا مطلبي ومطلب الجميع، أن تكون سوريا بلد متطور متحضر، أن يقتل فيه الفساد، أن يقتل فيه الإجرام، يعني أن تنهى هذه العمليات، وهذا مطلب حقيقي سواء كان لفنان أو لإنسان عادي. هذه المطالب لا نختلف عليها، بل سوريا تحتاج إلى عملية اقتصادية واجتماعية. ليس هذا ما قالته فدوى سليمان بالأمس على الأقل. قالت إنها تقف مع النظام، يعني ضد النظام الذي يقتل شعبه في البلد، وهي كانت تتحدث من حمص، ولا أعتقد أنها تنتمي لأي عصابة مسلحة. على كل سأعود، تفضل دقيقة حتى آخذ الرأي الآخر أيضا. دقيقة واحدة، ليس هناك نظاما في أي عالم وخاصة في سوريا يريد أن يقتل شعبه على الإطلاق. النظام السوري والقيادة السورية تتعامل مع الشعب بشكل جيد، ولكن هذه المعارك التي تحصل الآن فعلا هذه المعارك شهد السوريون وعلم السوريون حجم السلاح المتوافر في بعض الأحياء من قبل العصابات. وانا ساقول لك فعلا انها عصابات مسلحه. طيب ارجوك يعني اعتقد وجهه نظرك واضحه، وكما قلت لك تتناقض تماما مع ما كانت تقوله فدوى سليمان وغيرها الذين حتما لا ينتمون لاي عصابات مسلحه. ولكن اريد ان اخذ تعليقا ايضا من اصيل العبد الله. هل انت معي سيد اصيل؟ معك. تفضل لو تود التعليق، كنت تستمع الى ما قيل. طيب حسنا اخي، بالنسبه طبعا هناك نقاط طرحت ويجب ان ارد عليها. في الحقيقه قول ان النظام وافق بمحض ارادته على المبادره العربيه، من يقول هذا الكلام اما يريد ان يغالط او ان يريد ان يخدع الناس. فالكل يعلم بان هذا النظام منذ البدايه رفض التدخل حتى من الجامعه العربيه، ثم بعد ان فرضت عليه النقاط تحفظ على ان يكون رئيس الوفد هو قطري، ثم تحفظ على بعض النقاط وموضوع الوار في الداخل في الخارج وما إلى ذلك، ثم تحت ضغط الشارع الذي عجز عن إسكاته وافق دون أي تحفظ. وهذه الموافقة جاءت أولا كان النظام مجبرا، ثانيا كان بهدف الخديعة للعالم. الأمر الثاني قول العصابات، يعني السيد شريف ذكر كل شيء في العصابات ونسي أن يذكر بأن العصابات هي عصابات من والشبيحة ومن عناصر الجيش العقيدي كما يسمونه، الذي كان واجبه حماية المواطن وحماية حدود الناس، وأصبح واجبه الآن حماية النظام، حماية رأس هذا النظام. عندما نتحدث عن جيش يقتل المواطنين، عندما نتحدث عن عناصر امن بدل ان طيب تحفظ الامن. طيب سيد اصيل ابقى معي، اريد ان اخذ هذا الاتصال من نوره العتيد من المملكه العربيه السعوديه. الو، السلام عليكم. وعليك السلام، كل عام وانت بخير. وانت بخير والجزيره بخير وينعاد عليكم العيد. انت بصحه وسلامه. شو اسمه، بس انا عندي نقاط بسوريا. اول شيء تفضل، انه ما في رئيس يعني بيصير امام مسجد، اكيد بذمته وضميره. ثاني شيء أنا أنصح إنه حلب والنبك ما يطلعون، لأن هذه بلبلة وفوضى وذبح للناس، وإذا دخل الناتو بشار عنده ما شاء الله ملاك يذبحهم زي البسنة والهرسك، وهذا وهم يعطون ذريعة وتبرير عشان يكثرون الناس تطلع أكثر عشان يدخلون الناتو. هذا المقصد، تصير زي البسنة والهرسك سوريا. حرام شباب يذبحون، المفروض انهم يجلسون على رئيسهم، يشكون الله عاد ما في رئيس ملاك. ثاني شيء اللي يطلع، انا اظنه زي توكل، يطلع الناس وياخذت الجائزه وهم يذبحون. حرام يتذممون الناس رقاب،
وانا عندي المثل انه المذله ولا الموت. الموت مو سهل، عالم برزخ وحساب وعذاب، ولو عندي مليارات الدنيا وعندي مرض او اعصى ربي وادخل القبر ونافعل لو مليارات الدنيا والله يعينه. طيب طيب يا اخت نوره، شكرا شكرا يا اخت نوره. الاخت نوره تقول المذله ولا الموت، ولكن ما نسمعه في الشارع السوري من شعارات هو الموت ولا المذله، يفضلون الموت على المذله. على كل، سيد توفيق، لا ادري اذا كان سيد توفيق ما زال معنا، توفيق الحلاق. سيد توفيق، الخوف كل الخوف، الخوف كل الخوف الان لدى السوريين وفي الشارع العربي، ايا كانت روايات النظام وروايات المعارضة ومن يصدق هذا الطرف أو يصدق الطرف الآخر، الخوف من أن يتكرر السيناريو الليبي في سوريا وأن يكون هناك ثمن باهظ للدم. هل هذا أمر وارد في سوريا أم أنه مستبعد؟ اعتقد انه مستبعد، لانه الشعب السوري بكامله، كل افراد الشعب السوري يرفضون التدخل الخارجي، هم يطالبون فقط بحمايه جويه، يطالبون فقط بمنطقه عازله ياوي اليها الناس الهاربين، ياوي اليها الجنود المشقين، تكون محطه ومنطلق ل يعني للانتصار على السلطه وعلى النظام. اعتقد انه الشعب السوري يرفض هذا السيناريو جمله وتفصيلا. الشيء المهم الان ان اعيد واقوله، ولا ادري ان كنت سمعته لانه الاتصال انقطع، اقول للمسؤولين في سوريا، اقول لهم وانا اعرفهم شخصيا، يعني اعرف معظمهم شخصيا وتحاورنا كثيرا في مسائل الفساد، تحاورت مع نواب الرئيس، تحاورت مع الوزراء، تحاورت مع كثير من القيادات حول مساله الفساد المستشري، وكانوا دائما وابدا يساندونني في هذا الكلام. استغرب الان يعني كيف ينقلبون على شعبهم، على هذا الشعب الطيب، على هذا الشعب الذي منحهم ثقته مرة بعد مرة. أستغرب. أنا مؤمن إيمان عميق جدا بأن هذه الثورة ستنتصر رغم كل الجراح ورغم كل لا يمكن لإنسان فقد أخوه. كيف ستنتصر؟ كيف ستنتصر؟ يعني هم كيف يتصورون أنهم إذا قضوا على الثورة في حمص كما فعلوا في درعا، كما فعلوا في حما، كما فعلوا في المدن الكبرى، خلاص تنتهي المسألة. ولكن أتساءل كيف سيحكمون هذا الشعب؟ كيف؟ يعني أنت تحكم شعب لا يريدك، شعب قتلت أطفاله، قتلت نساءه، قتلت رجاله، قتلت شبابه، كيف يستطيع، من يستطيع أن يحكم مثل هذا الشعب؟ لذلك الثورة لا يمكن أن تهدأ، يعني إذا أوقفوا منطقة لفترة محددة ستنهض مرة أخرى بعد شهر أو شهرين. الآن ترى درعا مرة أخرى بدأت تنهض من جديد، بعد قليل ستنهض اللاذقية من جديد، وهكذا. مسألة يعني المسألة يعرفونها هم، يعرفون مدى الفساد، يعرفون الطغيان، يعرفون الاستبداد، يعني من عام 1980 يعرفون أهل اللاذقية جميعا، الشبيحة، بيتعرفوا كلمة الشبيحة، بيعرفوا الناس الشبيحة اللي كانوا فعلا يحتلوا حارة بكاملة، يقعد واحد على الكرسي يحتل الحارة، يحط مسامير فيها، يمنع السيارات تدخل، يعتدوا على أي بنت بيحبوها بالطريق يمسكوها يخطفوها، أي سيارة تعجبهم بالطريق يسرقوها. يعني هاي مسألة. طيب يعني ابقى معي سيد شريف شحادة. يعني لا أريد أن أقول أني أكاد أن أعرف إجابتك مسبقا، ولكن روايتك التي تتطابق مع رواية النظام تختلف عن الروايات في العالم أجمع. كل وسائل الإعلام، كل منظمات حقوق الإنسان تتحدث عن نظام في حرب مع شعبه، إلى متى يمكن الاستمرار في ذلك؟ شريف شحادة، هل استمعت إلى ما قلته؟ سمعت ما قلت. تفضل. لا سيدي الكريم، أنا أسأل أيضا المسيرات التي نزلت إلى الشارع والمؤيد